هذه المناسبة نأكد أنه بناء على ما تم نشره من طرف الموقع ديالكم المحترم تحت عنوان نقيب الأنصار يؤكد أن المحامين غير معنيين بملف الحماية الاجتماعية، نوضح بأنه ليس هذا العنوان لا يمثل حقيقة رأي المحامين بقدر ما كان تقدير ديال المتلقي في فهم جواب عن سؤال يتعلق بالمرسوم الأخير الصادر عن مجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2022. هذا المرسوم الذي بمجرد ما تم نشره شاع الخبر في أوساط المحامين دون ربما حتى قراءته القراءة المتأنية، بأن المحامون أصبح المرسوم ينص على انخراطهم في هذا الورش الهام الاجتماعي الهام، لم أقل أنا لا أسميه ورشا اجتماعيا بقدر ما أسميه ورشا مجتمعيا، إنه ورش المجتمع بأكمله ويرعاه صاحب الجلالة نصرها الله. لذلك بغيت نأكد بأن المحامون منخرطون في هذا الورش انخراطا تاما وعن قناعة، لأنه يوفر حماية ما أحوج مكونات الشعب المغربي إليها، وهو خطوة سباقة في مجال الحماية الاجتماعية على مستوى الدول الصاعدة أو الدول التي في طور اللحاق بركاب الدول المتقدمة. ونعتبر بأن المملكة المغربية كانت سباقة لإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية بتوجيهات وأوامر ملكية سامية. بغيت نأكد أيضا بأن المحامون كما قلت منخرطون في هذا الورش فقط. المحامون على خلاف المهن الأخرى لهم خصوصية تتمثل في أنهم منذ ما يزيد عن 13 أو 14 سنة أحدثوا نظاما تعاضديا وأحدثوا تعاضدية جمعية هيئة المحامين المغرب التي توفر الحماية الاجتماعية للسادة المحامين في مرحلة أولى، ثم لأزواجهم وأبنائهم في مرحلة ثانية، وتواقون إلى أن تصل هذه التغطية إلى والديهم، وهي رؤية نتقاطع فيها نحن المحامون مع فلسفة المشروع المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية. هذه التعاضدية التي تقدم هذه الخدمات بجودة عالية بشهادة جهات الرقابة بتصنيفها في الطبقة في الصنف الثاني من مجموع 34 تعاضدية الموجودة وطنيا، لا يمكن إلا أن نعتز بأدائها وبأنها تتقدم الخدمات التي نتوخاها من ملف الحماية الاجتماعية منذ ما يزيد كما قلت عن 13 سنة. وبالتالي هذا المشروع الذي يتقاطع، هذه التعاضدية التي تقاطع مع المشروع المجتمعي بشأن الحماية الاجتماعية، لا يمكن في نظر المحامين إلا التمسك به، إلا تقويته، إلا صيانته وتحصينه. وأيضا نحن نعلم وواعنا كمحامين، وهذه هي الفكرة اللي بغيت نلح عليها، بأن لن نكون أنانيين، سننخرط في الورش المجتمعي الكامل بما يمكن وما يلزم من دعم لهذا الورش لفئة المواطنين الذين هم في وضعية هشة واللي يمكن يكونوا في حاجة إلى دعم المحامين، باعتبار أننا جزء من هذا المجتمع نؤمن بأن تطوره وتنميته لن تأتي إلا بالجهود المتضافرة المتكاملة، وطبعا بوعي وتبصر من طرف الفئات المتنورة. وأعتقد أن المحامون جزء من هذه الفئة داخل هذا المجتمع الذين لهم دور أساسي في القيام بهذه المهمة والدفع بها قدما. إذن خلافا لما جاء في العنوان أرجع مرة أخرى، نحن منخرطون في ملف الحماية في الورش الحماية الاجتماعية، لكن نلتمس ونطلب وسنحاول إقناع الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على مكون ابتكرناه ورعيناه وطورناه ويؤدي الخدمات التي يتوخاها ورش الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني بوفق المقاربة التي أشرت إليها قبل قليل. إذن الآن اللي بغيت نأكد هو أنه في البداية قلت لكم بأن المرسوم تناوله بعض الـ أو فضاء الأزرق
في أو فضاء التواصل الاجتماعي بأنه يعني المحامين. هذا المرسوم الصادر في 17/11/2022 في إحدى فقراته أو في إحدى التصريحات السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمرسوم نفسه ينص على استثناء المحامين والخبراء من مقتضيات هذا المرسوم. طبعا على الأقل في المرحلة الراهنة نحن جاهزون للحوار مع الحكومة حتى بشأن هذا الموضوع الذي قد نصل فيه إلى إقناع الحكومة بضرورة الحفاظ على التعاضدية، وهو ما نعمله، وأن تكون انخراط المحامين من هذا المنطلق انخراطا ثنائيا، انخراطا في الورش كورش جامع شامل مجتمعي، مع الحفاظ على ما تم تراكمه لفائدة المحامين والمحاميات وأبنائهم وأزواجهم ووالدهم، في انتظار إن شاء الله أن نوفر شروط كذلك باقي المقتضيات المرتبطة بورش الحماية الاجتماعي في القانون، في إطار القانون، الإطار في مقوماته الأربع، وهو ما نأمله مستقبلا إن شاء الله.